فوق يلا ماشي اناني فوق يلا غير لساني فوق يلا هو اللي بعد كلمة دي فوق يلا مرحبا بكم في سلطة عوم بلانت، وكما نقول دائما الجديد شديد حتى لو في ايده حديد. عم دادي، عم شاقي، عم دادي، نعم، ايه جايب لك النهارده؟ مسلم يا اخي، مسلم يا اخي، مسلم يا اخي. يا اخي خش على بالشعر بقى كده. معانا النهارده خشاقي، معانا النهارده مسلم. جايلنا بتراك اسمه ايه؟ ايوه، جي ال دبليو كي. يعني جلوك؟ لا، جي ال دبليو كي يا عم، اسمه جيب العز ولك حز. ايوه، ما هو ده معناه، ما هو اختصر جيب العز ولك حز. حلو، يعني ايه بقى؟ ما تبخلش علينا يا زميلي بال يا بالخير. ايوه، يا بالعز يا بالفلوس. ما اعتقد هي معناها اللي هو ايه، يا تجيب العز يا اما تكل على الله. يا تجيب العز زي ما بنقول كده، احنا بناخد الوز زي ما احنا بنقول كده بالمصري، ايه، يا تقول كلام في محله يا تقول حله حل. حلو، هي تقريبا نفس المعنى ده كده، نفس المعنى. قشطه، يبقى التراك اسمه ايه؟ التراك جي دبليو جي ال دبليو جي دبليو جي ال دبليو كليب كي. حلو، مع تحيات. ايوه، مسلم يا اخي، مسلم يا اخي. قشطه يا زميلي، خد بالك، خد بالك ما عملش بخاطرنا. ايوه، وسمى التراك يا اخي زي ما ده حقيقي طلبنا، ده حقيقي، بس احنا مسامحينه. بس ممكن تلاقيه جوه يقول لك يا اخي مستحيل. مستحيل. طيب، عايزين نعمل هاشتاج يا جماعه في الكومنتات عند مسلم، مسلم يا اخي، مسلم يا اخي، توصل صوتنا. هتلاقي الكومنت بتاعنا موجود اصلا. يا لو الهاشتاج ده انتشر في الكواكب المجاوره والله العظيم. اوكي مان، قبل ما ندخل في التفاصيل كده، بعد اذنك تستاذن منهم يعملوا لايك، سبسكرايب، تفعيل الجرس، فولو على الانستجرام، عشان في هنا تراكات مش موجوده هنا. دخلنا في التفاصيل، دعوا. يلا انا متحمس عشان دخول تفاصيل مسلم غير اي تفاصيل. طب يلا عشان متحمس، دعونا ندخل في التفاصيل. ودي ها رضوان، عيوني في عيونك بدلت لونك، تبعت ظنونك، ظنونك كتخونك. قالوا باللي تبدلتي وما بقيتي واحد منا، قوي ضربوا في الزيرو وما بنيتي في 20 سنة، كان خاصك تبقى خاطي باش تبقى تمتنى. ايه ده قوة تحرك. في تراك اتعمل وتقريبا في حد دخل قرر ان هو يضيف حاجة معينة على الفيديو، على الـ على التراك. نسمع ال 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 قوة تحرك دي ايه؟ دي بركشن ولا دي ايه اللي ورا ده؟ ده البيز، بس البيز داخل يعني سنير، تريبل كيك كده ورا بعض، عاملين شغل جامد، والليركس جامده. ده ما دخلتهاش السلحفه، ما دخلتهاش صراحه. انا دخلت ان هو يخش يعني البيز الطبيعي بتاعه. لا، الكلام الليركس كمان حلو قوي. ده هنا نوعين، الليركس جامده، بدلتي لونك، تبعتي ظنونك، لونك قالوا باللي تبدلتي وما بقيتي واحد منا، قوي ضربوا في الزير وما بنيتي في 20 سنة، كان خاصك تبقى خاطي باش تبقى تمثلنا. احنا اللي نعيشو حياتنا وانت غي مزقنا، حياتك احنا نرسموها واحنا اللي نختارو اللون، احنا اللي طلعناك واحنا اللي نحكمو كيف تكون، انت غي فنان. حسبت ده احسبه دريل على فكره. ايه ده؟ انا والله العظيم انا عايز اقول ده، يعني انا حسبت ده كده، انا احسبه دريل رايق جدا للدريل. البيت ده طلعناك واحنا اللي نحكم وكيف تكون، انت غي فنان. هو دريل، هو اصلا دريل. هو دريل، ما ملوش مالكه. لا، انا مركز مع الليركس. الليركس جامده فشخ، جامده فشخ. وانت غي مزقنا، حياتك احنا نرسموها واحنا اللي نختار اللون، احنا اللي طلعناك واحنا اللي نحكم وكيف تكون، انت غي فنان. الشهره مسجون، الله يا جدعان على الكلام، يا جدعان الله على الكلام يا جدعان. هو قال انت فنان، هو حال الفن الملعون. استنى بص، اسمع كده. احنا اللي نحكموا كيف تكون، انت غي فنان في الشهرة مسجون، هذا هو حال الفن الملعون. هذا هو الفن الايه؟ لا استنى، هذا هو حال الفن يختي في الشهرة مسجون، الشهرة مسجون صح؟ هذا هو حال الفن الملعون. غني على الفقر وخليك حاصل بين انيابه،
غني على الواقع نتحدى بغناك ديابو غني على الشعب وحسب شعراتك اللي شابو غني على راسك وعلى ضنونك اللي خابو. ده بيدي درس قوة تحكي يا ابني والله. ده بيدي درس اقسم بالله بيدي درس. ايه ده القوة تحكي والله. هو حرفيا زي ما انا قلت بالظبط كده. يا تقول كلام في محله يا تقول حله حله. لكن هتيجي تغني اي كلام ملهاش لازمه وتيجي تتكل على الله احسن. لان احنا اساسا قرفانين ومخنوقين هنا. يبقى تقول كلام يبقى تتكلم على الناس وتتكلم على الشعب وتتكلم على الحياه. التراك ده دوما جدوم. كتشوفني عالي حيت هذاك مكاني كتشوفني الفوق حيت سمع عنواني ماشي اناني يمكن غير لساني هو اللي معذبك باش تصحى مقابلني ومتبانه موسيقتك كتموت قبل ما توسخ ودني وعلى بالي بيكون بالي كي تيري بطهري فوجي غير كي دم علي. هو بيتكلم على حد صح بيتكلم على بس حد معين بقى ولا عامه تصفع شويه يعني تعيب في ظهري وتيجي قدامي تدمع لي. لا وغير كده اصلا غير كده اصلا الكلام كل جمله انا مش عارف انا مش يعني الكلام بنساه من كتر كل جمله اسخن من اللي قبلها. هو اللي معذبك باش تصحى مقابلنا ومتبانه صفتك يعني بنساها قبل ما تيجي في ودني تقتك كتموت قبل ما توسخ ودني وعلى بالي بيكون بالليل كتيري بطهري فوجي غيك يدم علي اما اللي معي كان ديما معي من البداية حتى الى ما لا نهاية مسلم مطاح وكيف العادة غتجيب العرس ولا غيك حصة صاحبي خطوة محسوبة. زميلي طلع مش مسلم يا اخي خالص. لا ده طلع مسلم شرير. ده طلع شرير. ده الوش التاني من المسلم تقريبا. ده بقى نقول عليه مسلم الانسان. لا ده يعني عارف انت اللي هو ايه احذر. عايزين نعرف الكلام على مين. احذر ايه بس اللي كان بيقول ايه هو في انا مش مركز في الكلام ليه. احذر ايه النتيجه يا عم. لا انا لو غضب غضب الطيب اذا غضب بقول اي كلام غضب الطيب اذا غضب انا بقول اي كلام انا بقول اي كلام بس هو مثلا الناس وصلها يا احذر هو مفيش احذر اصلا زميلي انا في حاله دوار دلوقتي وكان مش مركز مفيش احذر امال ايه اتقي الشر الحليم اذا غضب. مش عارف انا قلت ايه اصلا من شويه. انا قاعد بقول مين احذر. لا انا فعلا التراك مدخلني باور بيخليني مش يعني مش عارف اركز قوي. خطوة حلوة احكام مزروبة خطة ملعوبة دنيا مقلوبة بغاوك تبكي مع الحومة وتغرق في دموع تغني في الظلمة والذوب مع شموع تفكر تخرج من تمة طريقك مقطوع احلامك غتبقى تحلمة حتى تموت بجوع خلقنا فقارة وما بغينا نموت فقارة كبرنا فقارة وعرفينها باللي حقارة اما الحق شفت التكنيك اما الحق هذا شفت التكنيك نعقل والقالة وقارة وما بغينا نموت وقارة كبرنا وقارة وعرفينها باللي حقارة اما الحق هذا اللي مقابلين القل والقالة هاشي ما يتمرد الرسالة وباقي عاقل انا وما عمري نسيت ما نجيت انا وكيف شفتيت فين كانوا من اللي زعت وسقيت بغاو يكونوا دابا من اللي جنيت. جدعان هو البرود ده بتاع مين؟ الشكر البرود. لا لا لا, لا, لا. حد ما نعرفوش البرود جامد الصراحه برودكشن جامد. انا شاكك ان هو اللي عامله. استحاله هو اللي عامله مسلم اللي عامله. لا استحاله اند ميد مسلم بيت اند ميكس ميد نايس قوي. كل تراك بنسمعه بنقول التراك ده من احسن تراكات مسلم. وبعدين بقى والله العظيم عارف ليه هو ده شغل الاخ اخيل لما بيعملش حاجه وحشه. لا بس الفكره فعلا ان هو الراجل ده كان عندي يقدم يعني الليركس بتاعته جامده. ده مقارنه باللي فات يعني يكفي بس ان هو حاجه جديده كحتى كطريقه كدليفري بتاعته. هو متضايق الراجل ده في حد مزعله والله في حد مزعله فعلا. ده حقيقي انا حاسه متضايق. لا في اجريسيف جامد في الليركس والبيت كمان انا حاسه مختلف عن يعني. لا البيت مختلف تماما الشغل اللي فات. البيت مختلف تماما كمان ان هو دريل في دريل مش طبيعي اللي انت بتسمعه. في حاله عصبيه رهيبه يا زميلي واصله لي واصله لكل الناس. ده حقيقي. فتحيه لصاحب الاحساس. كتشوفني عالي حيت هذاك مكاني كتشوفني عالي هذا مكاني فوق حيت سمع عنواني فوق يلا ماشي اناني فوق يلا غير لساني فوق يلا هو اللي معذبك فوق يلا ومتبانه موسيقتك كتموت قبل ما توسخ ودني وعلى بالي
من هنا؟ برودكشن يا ابني جامد. استطيع القول من هو ملك الراب؟ في إلكتريك؟ بص التراك ده، التراك ده تمام، دي وثيقه، الوثيقه اللي نحطها لاي تراك مش عاجبنا في حياتنا، اي مزيكا مش داخله دماغنا في حياتنا، نروح نظبط لنا التراك ده. دي الوثيقه، دي الوثيقه يا زميلي. بس هو الفكره ان هو مش بيتكلم على مزيكا بس، هو لا هو يعني هو بيتكلم، انا شايف ان هو بيتكلم ان جنرال. ما هو بقول لك هو مش بيتكلم يعني على المزيكا بس، هو بيتكلم على المزيكا بس في نفس الوقت هو بيتكلم على فكره اللي هو فيها ايجو، يعني فيها ايجو برضه، هي ايجو، هي انت فاهم، فيها ايجو جامد يعني، وفعلا زي ما انت قلت في عصبيه يعني، بتفضل لك عصبيه جامده، في حد داس له على طول. بدنا نعرف يا اخي. بس ده مختلف عاد اللي قبل كده، اللي احنا سمعنا قبل. اقول لك على حاجه، هي الفكره اللي قبل كده كله تمام، كان ليريكال كله اي 1 اكيد، بس الفكره ده في شغل مزيكا حلوه يعني، حلوه معانا برضو. لو رجعت لسوكاتي، سوكاتي فيه مزيكا حلوه، بس هقول لك على حاجه انت فاهم، بس يعني ده في لعبه مختلفه هو عن الموسيقى. نفس التيمه اللي هو بيستخدمها دايما في تراكاته تمام، يعني مثلا جيتار مسلم مشهور قوي ان هو يحط لك الجيتار في قلب التراكات بتاعته، الكمانجا بيحب يحط كمانجا كتير، في بيحب يحط الالات دي يخليها في نفس الموضوع، بس فكره البيت نفسه انا شايفه متغير عن اللي فات، فكره ان هو يدريل عليه كده بتاعه متغير يعني، انت فاهم، دريل وبرده حاطط نفس الالات اللي بيحبها. اقول لك الفكره في حاجه ان هو هنا مسلم طول الوقت، طول ما كل ما تسمع له تراك انت بتحس بكميه هيبه رهيبه، انت فاهم، من التاريخ والتراكات والتقل بتاعه، ده حقيقي. التراك ده تحسه، عارف انت زي ما بتقول كده على عمرو دياب مثلا، اللي هو ايه الراجل ده ما بيكبرش ولا ايه، فالتراك ده تحس ان هو الف ما شاء الله عليه. لا التراك ده فعلا تحس ان هو مسلم بيلعب في حته هي مش بتاعته، بس داخلها جامد برضه، انت فاهم، يعني الحته دي مش بتاعت مسلم دايما، لا في حته من فوق البيت اللي هو الرايق اللي متسنتر، انت فاهم، هنا لا هنا في لعبه. انا ما سمعتلوش ايجو قبل كده، انا اسمع له ايجو، هو دايما يعني مسلم متجه لفكره ان انا بديك مسج، بديك رساله، بديك ليركس، بديك واقع تمام، بس اول مره الصراحه لا، والايجو بتاعه جاي منين؟ الايجو بتاعه جاي من تراكاته اللي هو من تاريخه، هو بيقول لا يعني، هو بيقول له انت هتتكلم على الناس وعلى الشعب وعلى الكذا وكذا وكذا وكذا، يا اما ما تغنيش اصلا، بلاش تعمل راب اصلا، فهو بيتكلم على يعني، هو مش بيتكلم على بيقول انا نمبر 1 وخلاص، انت فاهم، لا هو بيقول لي هتعمل كده، يا تعمل كده، يا تقول كلام في محله، ها نمبر 1 دي اللي عامله مشاكل في الدنيا. والله العظيم. اوكي قشطه. اوكي، وهذا هو الصيف اللي لسه لابسين في الشتوي، الموسم اشتغل موسم يعني، في ناس كتير جايه في السكه، الانتاج يا جماعه، الانتاج قشطه يا جدعان، ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان تتابعونا في الحلقات اللي هتنزل، لان الفتره اللي جايه ان شاء الله في تراكات كتير، فكونوا مستعدين، تعالوا ننزل حلقه من برنامجكم بريك اون لاين، كان معكم مستر دادي شغي، سلام.